وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن هدف دائرته والوزاردة من خلال تطوير عدة مشاريع في المجال المنجمي هو إقامة صناعة تحويلية تسمح بإنتاج مواد أولية لتلبية الاحتياجات الوطنية مع توجه نحو التصدير. جاء هذا خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى مجموعة من المشاريع القطاعية بولاية بسكرة. تغطية لعادل غضبان. في إطار تطوير المجال المنجمي عبر الشركات الموجودة في شركة مجمع سوناريم اللي عندهم كفاءة عليا، تحكم تكنولوجي وكفاءة عليا، راح نستفيد منها من تطوير عدة مشاريع في المجال المنجمي، والهدف منه هو إنجاز وإنشاء صناعة تحويلية تخلينا ننتج المواد الأولية كذلك الطلب الوطني، والتصدير لمضاعفة كذلك مداخلنا من العملة الصعبة في المجال غير المحروقات. هذا هو الهدف، وهذا هو الهدف الذي نصبوا إليه. وصلنا إلى مرحلة الآن، لكن ما زلنا وصلناش الأهداف تاعنا المسطرة. سنواصل العمل والجهودات لنوصلوا للأهداف المسطرة من خلال هذه الأعمال التي نقوم بها. وانطلقنا من بسكرة وشفتوا عينة اليوم من بسكرة.